يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. دايما الحقيقه لما بيكون معانا ومنورنا الزميل العزيز خالد الاتربي الصديق ورئيس القسم الرياضي بجريده الشروق، دايما الكلام معاه بيحلو، دايما وجهات نظر مختلفه، دايما بيبص على الامور من منظور الى حد ما بيكون مغاير للمنظور اللي كتير مننا بنبص من خلاله على نفس الامور. فخالد انت يعني منور الدنيا كالعاده، سعداء وجودك معانا وعندنا ملفات كتير ناخد وندي فيها النهارده. ده نوركم اكيد وانا اسعد، ودي اكيد شطارتكم انتوا اللي بتديروا الحوار، مش ده يا استاذ، ده من اعمالكم سلط عليكم، انت راجل مختلف وعندك فكر راقي. شكرا شكرا، بشكرك كريم، بشكرك نوال. صباح الخير يا نوال، وبنحب تكون معانا لان كمان بيبقى عندك دايما اجابات من غير مجاملة على حاجات كتير، عليه علامات استفهام ربما البعض من يعني الزملاء أو الصحفيين ما بيحبوش يتطرقوا ليها، ولكن انت دايما تكون عندك إجابات واضحة، فدي نقطة مهمة جدا. الطبيعي علشان تحل لازم تواجه، هو ده الطبيعي يعني. بالضبط، وزي ما كريم اتكلم احنا عندنا ملفات كتيرة سواء عن المنتخب أو عن النادي الأهلي، فتحب نبدأ بالمنتخب؟ يعني أنا أعتقد خلينا نبدأ أحسن بالمنتخب، وخلينا نروح وتقييمك للماتش الاخير. بنتكلم كينيا، وما كانش الناس كلها مبسوطه، وما كانتش التعليقات يعني ربما الافضل، كان هناك امل اكبر، كان هناك يعني زي ما نقول كده شعور ان لا المنتخب هيكون اداء يعني ربما من اولى الدقائق الاولى خلينا نقولها كده متميز او غير، لكن ما كانش الواقع ده. فخليني اعرف منك خصوصا يعني بعد اللقاء مع كابتن حسام البدري، هو تحدث ان هو الى حد ما راضي عن المستوى اللي كان المنتخب عليه، فانت شايف انهي او تميل الى انهي؟ هو انا اتكلمت بعد الماتش مباشره، قلت المنتخب بلا طعم ولا لون ولا ريحه، ده العنوان اللي انا طلعت بيه واتكلمت عنه كناقد رياضي، وجهة نظري في المنتخب كان شكله عامل ازاي. لما يكون شكل المنتخب فيه لعيبه، بتتكلم في محمد الشناوي واحد من افضل الحراس اللي لم يكن افضلهم على مستوى القاره الافريقيه، بتتكلم في واحد، بلاش نقول على محمد صلاح زي ما الناس ما بتقول لك ما بلغش محمد صلاح، على صلاح لاعب عالمي وكل حاجه، هنتكلم ان هو في قائمه العشرة الافضل على مستوى العالم، بلاش اقول لك الثلاثه. بتتكلم على محمود تريزيجيه واحد من افضل اللعيبه، تكلم على لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده، واحد من الناس من افضل لعيبه القاره داخل القاره، لعيبه نادي الزمالك، اللعيبه المحترفين الباقيين اللي عندي، بيكون عندك التوليفه دي والشكل يظهر بالشكل ده، اذا في خلل، والخلل لابد انك تبص عليه وتقول الخلل فني. ليه؟ المسؤول عن شكل المنتخب او شكل الفريق هو المدير الفني، هو اللي عنده الاليات، هو اللي بيطلع يتكلم يقول انا كان عندي فلان مصاب، كان عندي المكان ده عندي فيه عجز، كان عندي. المشكله في الكابتن حسام البدري انه دائما لا يرى انه المخطئ، دائما عنده شماعه الظروف جاهزه وواضحه وصريحه، دائما في تصريح ثابت للكابتن حسام البدري بعد كل مباراه، الاجهاد، ضغط المباريات، ان اللعيبه كانت في الاجنده الدوليه كانت مفهومه. بس انا بسال الكابتن حسام البدري، حضرتك مدرب منتخب والمنتخبات لا تتجمع الا في الاجنده الدوليه، والاجنده الدوليه ما بتتحطش الا في الاوقات اللي بين المباريات بتاعه الدوريات، وبالتالي انت على طول هتبقى مجهد، على طول هتبقى تعبان، على طول هتبقى كده، وبالتالي لازم هيبقى المبرر واضح والمبرر صريح، الاجهاد وضغط المباريات. طب ما طبيعي اللعيبه هتجي لك من انديتها مجهده، ما حدش هيجي لك، اللاعب الدولي اللي انت بتضمه المنتخب عندك اكيد بيشارك بصفه اساسيه مع الفريق بتاعه، فهو طبيعي اللاعب اللي جاي لك اساسي من الفريق بتاعه وبيشارك في بطولات قاريه وبطولات محليه، طبيعي هيجي لك تعبان، مش هيجي لك فريش طبعا، مستحيل، لانك انت مدرب منتخب، الكلام ده اقدر اقبله من مدرب فريق، والاقي مثلا حد يقول لي ان عندي لعيب لعيبتي بتلعب كل 3 ايام ماتش، فاقول لك اه ممكن الاداء يبقى في ماتش بينزل، ماتشين بينزل، انما مش كل مباراه. الاقي الكابتن حسام البدري الكليشيه واضح، هو التصريح واضح، الاداء المهم ان احنا كسبنا، مش مهم الاداء، لا مش مهم الاداء، ده ما هو ده مؤشر صعب، مؤشر خطير على منتخب مصر، ان انا العب مع مجموعه ما كسبش غير فرقه منها، والفرقتين التانيين ما كسبوش، خصوصا دي لسه بنقدر نقول مجموعه يعني بسيطه وليست المجموعه طبعاً الاخطر، احنا عندنا مباريات لسه هنعمل فيها ايه اللي جاي يعني. انا داخل على تصفيات كاس عالم، احنا لما بنتكلم على منتخب مصر، منتخب مصر واحد من كبار القاره، فلما كبار واحد من كبار القاره يظهر بالشكل ده، وهنا بنسال سؤال،
هو كل منتخبات أو كل كبار القارة ظهروا في كل مبارياتهم بهذا الشكل؟ ما هو انت بتتكلم في هما برضو عندهم ماتشات كتير ورا بعض وبرضو مجهدين بالظبط. المغرب عنده ماتشات، الجزائر عندها ماتشات، الكوتيفوار، كل الفرق. هل ممكن تلاقي منتخب عمل مباراه وحشه انما كل المباريات وحشه؟ طب بعيدا عن الشماعات يا خالد، ايه السبب من وجهه نظرك اللي شايف ان هو الرئيسي اللي ادى ان احنا نبقى في حاله من عدم الرضا وعدم الاستحسان ومش مقتنعين حتى بالاداء العام اللي احنا شايفينه، بغض النظر عن الجمله اللي ترددت كتير الايام اللي فاتت في بعض الاحيان بشكل ساخر، في بعض الاحيان بشكل جاد، وناس مقتنعه بجدواها. وبرضه فرصه نعرف منك رايك في الجمله دي، فكره ان هناك مباريات يعني تكسب ولا تلعب. لا ده شماعات فشل يعني. لا مفيش حاجه اسمها ما انت مش هتكسب الا لما تلعب، مش كده؟ حتى لو بتلعب بطريقه دفاعيه انت كده لعبت، انك نازل المباراه ليك استراتيجيه، عارف انا هلعب على الدفاع والعب على سرعات صلاح وتريزيجيه في القلب، عندي مهاجم زي محمد صلاح وزي مصطفى محمد مثلا، وعندي قفشه يقدر بالسرعات بتاعته يوصل الجناحين بتوعي فيلعبوا كرات عرضيه لمصطفى محمد يجيب جول او يعمل خطوره على المرمى. وبالتالي انا ببص على المنتخب لا الاقي فيه دفاع ولا الاقي فيه هجوم. لما كينيا تكون الاكثر هجوما عليا اذا عندي مشكله، ان انا يعني انا لاعب المفروض بادئ المباراه بصدتين المفروض في نص الملعب، طارق حامد وحمدي فتحي، وعندي الدفاع موجود المفروض يعني الطبيعي بالطريقه دي ما يكونش فيه كميه اللعيبه اللي بين خط النص وبين الدفاع. بلاقي لعيبه كينيا موجوده بيلعبوا براحتهم، بيلعبوا عرضيات براحتهم، عند احمد ايمن المنصور مش قادر يوقف الجبهه اليمنى لانه اصلا طبيعي باك شمال لحد ما تجيب باك شمال. انا ما بقلل لا اقلل من قيمه اي لاعب، انما انا احب دايما ان اللاعب يلعب في مكانه. انت مش فريق اضطريت انك تخلي لاعب يلعب في مكان غير مكانه. انت منتخب قدامك كل فرق الدوري، صح، سكن تختار فيها في المراكز. طبعا تختار من باك شمال، هيترد عليا ويتقال لي ان احمد ايمن منصور بيلعب مع بيراميدز باك شمال، اكيد الخلل ما كانش عند احمد ايمن منصور بس، انما ده كان خلل كبير وكان بيؤثر على مستوى تريزيجيه. دايما بنقول الظهير في طريقه اللعب دي، الظهير لو كويس هيبين الجناح اللي قدامه كويس والعكس. يعني احيانا الناس كانت دايما وارجع طبعا بغض النظر عن كلامنا عن حسين الشحات في اوقات كتير، كانت في اوقات كتير محمد هاني بيبقى مصاب وناس تنتقد اداء حسين الشحات لان ما كانش فيه باك يمين حقيقي بيلعب مع حسين الشحات. طبعا محمد هاني موجود دلوقتي ونتمنى ان حسين الشحات يستعيد مستواه، انما نقصد طول ما انت عندك الباك بيتقدم ويعرف يخدم على الجناح اللي معاه هتلاقي الجناح اللي معاه بيقدر يخترق. طبعا بيقدر بيستلم الكره باريحيه، الكره ما بتطلعش معاه بمعاناه. ده اللي حصل. فانت لما تكون مدرب منتخب وتختار غلط، يعني تكون مصمم انك تختار ايمن اشرف عشان يلعب باك شمال انت عارف انه مصاب ومش هيلعب، عندك عبد احمد فتوح اصيب ليله المباراه فجبت عبد الله جمعه، عبد الله جمعه ما لعبتوش ولعبت احمد ايمن منصور، ما احمد ايمن منصور. فهنا بقول لك دي جزئيه اختيارات مدير فني غلط في الاساس، هو ده بيؤثر اكيد على شكل المنتخب. كمان برضو فكره المدير الفني اللي اوقات الناس بتتكلم بيقول لك الكابتن حسام البدر دايما مكشط، التكشيره احيانا مش دليل على الحزم والجديه. في لعيبه كان المفروض يتزعق لها يتشخط فيها ما كانش فيه، كان في لعيبه المفروض انك زي ما بقول لك كده تكشر لهم او تبين لهم العين الحمراء بجد انت بتلعب باسم منتخب مصر. كان في لعيبه ما بترجعش تغطي، ما كانش في لعيبه بتدافع. يعني انا مع كامل الاحترام لنجوميه محمد صلاح، انما ما كانش بيقوم بادوار دفاعيه. هل محمد صلاح لو مع ليفربول مش هيقوم بادوار دفاعيه؟ لا طبعا هيقوم بادوار دفاعيه، انما ده دور المدير الفني لما اللاعب ما يقومش بدور دفاعي ينده على اللاعب ويقول له غطي ورا زميلك. فلما تقول انك مثلا في احد التغييرات غيرت عمر جابر المفروض ديفندر، انت عايز تنزل ديفندر ما يكون عندي محمد النني لاعب وسط ارسنال جاي من انجلترا صحيح عشان يلعب، فاني اعمل تغييراتي وسبته في الاخر ما نزلش اصلا، ما هو بقى في حاجات ثانيه مكانه باك يمين يلعب في نص الملعب ويكون تبريري
اني لقيت الجبهه ناحيه محمد هاني مخترقه، فنزلت عمر جابر علشان يغطي مع محمد هاني ان هو مخترق عشان في لاعب ما بيقومش بدوره، ما تخلي اللاعب يقوم بدوره وتنزل الديفندر يشتغل كويس. انما تنزل لاعب علشان يغطي على لاعب ويسيب نص الملعب مفتوح ويكون نتيجته انك يكون انت تحت رحمه اداء عشوائي وتحت رحمه كينيا لحد اخر لحظه وكان ممكن جدا يجي فيه جون. لا دايما خد بالك، دايما بنتكلم على التحكيم الافريقي. التحكيم الافريقي دايما بيظلمنا خارج الارض، فعايز اقول لك ان التحكيم الافريقي في كورتين كان ممكن على الاقل كره تتحسب ضربه جزاء علينا، وتلاقي نفسك خسران ومستني جزر القمر طبعا النهارده عشان تتاهل مش عشان انك تعمل. طيب انا عايزه اروح معاك خطوه خطوه، لان انت ذكرت حاجات كتيره جدا، نقاط يعني عندي فيها تساؤلات كمان يا خالد. لو هنتكلم بقى عن ازمه النني، وانا هسميها ازمه لان البعض قال ان في فعلا ازمه حدثت، وفكره كمان التغيير اللي كان مفروض يحدث بس في الاخر النني اصلا، وحضرتك برضو تقول لنا يعني صحه الموضوع من عدمه، لان قيل ده وانا شفته في تحليلات كتيره جدا ان هو رفض ان هو يسخن لما طلب منه حسام البدري ان هو يسخن. فدي النقطه، لانه شعر ان التبديل بتاعه متاخر الى حد كبير، وربما البعض يقول ليه حق وربما البعض الاخر يقول لا ما فيهوش حق، انت كده كده بتلعب باسم مصر، فاي وقت المدير الفني هيقول لك انزل انت لازم تسخن وتنزل. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو في مشاكل جوه المنتخب، في ازمات بتحصل، وهديك على سبيل المثال برضو ما ذكر ان احنا بنتكلم في شاره الكابتن كان هناك خلاف عليها، هل هي من حق محمد صلاح، هل الموضوع بالاقدميه؟ القانون بيتكلم ان الموضوع بالاقدميه، ولكن حصل برضو بعض الحساسيه لان كان البعض بيقول كانت من حق صلاح. يعني في ازمات حاصله جوه المنتخب، خلينا نعرف منك لو في اكتر معلومات، وفي نفس الوقت هل فعلا ده ممكن يكون اكتر على اداء اللعيبه؟ خلينا نفهم. هو الموضوع اثير في برنامج الزميل ابراهيم فايق عن طريق الزميل الصحفي النقد الرياضي احمد عبد الباسط، وقال ان ده كان سرد الكواليس، وقال على مسؤوليته. رد امبارح ابراهيم فايق في برنامجه برضه وقال انه تلقى اتصال هاتفي من محمد النني، وقال اعتبروا الكلام اللي انا بقوله لكم ده على لسان محمد النني، اذا انا هتكلم الكلام ده عن انه كلام محمد النني. هو قال ان كلام محمد النني لم يرفض انه ينزل المباراه، الفكره كلها انه يوم المباراه ان الكابتن حسام البدري قال له انا مش هعتمد عليك انت وعمرو السوليه، قال امتثلنا والتزمنا بالقرار وما عندناش اي مشكله. الكابتن حسام البدري لما كان في المباراه ودارت المباراه بشكل معين وكان بيسخن قال له قوم سخن، وقام سخن ما رفضش التسخين، ده على كلام محمد النني اللي قاله لابراهيم فايق. ثم في النهايه نزل عمر جابر، المفروض ان هو الطبيعي والبديهي ان كلنا قاعدين مستنيين في ديفندر خرج من الملعب، طبيعي ان محمد النني هو الديفندر الاخير لانك نزلت خلاص عمرو السوليه، فالراجل هو بيسخن ليه عمر جابر بيسخن؟ خلاص بقى يعني هينزل فين تاني؟ وطبيعي لما واحد لاعب وسط ارسنال كابتن من كباتن ارسنال بيلعب بشكل كبير السنه دي، يعني بيشارك كتير مع ارسنال السنه دي، فطبيعي من جواه يزعل. فهو الكابتن حسام البدري سأله انت زعلان ولا لا، انت حاسك زعلان؟ يعني الحمد لله الكابتن بدري خد باله، مصر والعالم كله العربي والعالم بره عارف ان اكيد الدنيا لازم يكون زعلان، فطبيعي قال له ايوه انا زعلان لان كان المفروض وكذا، فشرح له وجهه نظره ان هو كان عايز يغطي ورا محمد هاني او يخلي عمر جابر يساعد محمد هاني. طبعا دي اسف، طبعا دي مشكله في اداره الحوار طبعا على فكره، ومنني اعلن ان ما عندوش مشكله، وبالمناسبه وارد جدا انه ياخد الفرصه وانه يلعب مباراه جزر القمر، ادي مشكله واكيد دي بتؤثر على الاجواء طبعا. احنا مش هنطلع كتير بره الاجواء دي وعند النقطه دي بصفه خاصه، استاذنك بس هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا فيها. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي وضيفنا العزيز خالد الاتربي، وكنا يعني وقفنا معاه في الكلام قبل ما نطلع الفاصل ده عند تفصيله ليها علاقه بالتعامل مع اللاعبين المحترفين القادمين من الخارج. يعني مثلا هل نقدر نقول ان لم يتم الاستفاده كما ينبغي من وجود اسماء زي محمد صلاح، زي النني بعدم مشاركته؟ صلاح لوحده في حد ذاته برضه في ناس كتير وقفت عند حجم المجهود اللي قام بيه في المباراه من عدمه، يعني ودي برضه اكيد ليها مرجعيه ليها علاقه بالجهاز الفني. بالظبط، هو احنا بنتكلم كمان على الشاره، احنا كنا بنتكلم
ان موضوع الشاره ما ده برضو هي موضوعات متركبه على بعض. انت ليه سايب الموضوع طويل كده؟ يعني ليه الموضوع قتل بحثا في وسائل الاعلام؟ هو مين هيبقى الكابتن؟ هي كان الكابتن محمد بركات طلع في اي تصريح زي ما التصريحات اللي بتطلع فلان الفلاني كابتن منتخب مصر، احمد حجازي كابتن منتخب مصر في حاله غياب عمرو سليم، ترتيب الكابتنه 1 2 3 4 سهل جدا. وانا برضو بتضايق من حاجه او في علامه استفهام على حاجه، اغلب الكلام اللي بيطلع من الجهاز الفني للمنتخب او المعلومات تحت بند اكد مصدر مسؤول، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اكد مصدر مسؤول. الكابتن محمد بركات مدير المنتخب يتكلم باسمه، في حاجات فنيه الكابتن حسام البدري يتكلم باسمه، مفيش الكابتن حسام البدري رافض انه يتكلم، في الكابتن طارق مصطفى يتكلم باسمه كمدرب عام. الكابتن احمد ايوب لا ما بيحصلش خوفا من تحمل المسؤوليه ولا بيحصل. قليل جدا من اللي بيحصل، ولازم برضو الناس تعرف ان دي من ابجديات شغلك. ايوه ما بيحصلش ليه الكلام ده، خوفا من تحمل عواقب ومسؤوليه الكلام اللي هيطلع على لسانه. واضح ان مفيش تعاون بين الجهاز الفني المنتخب، واضح ان في انقسامات، ودايما دايما الكلام اللي بيطلع مثلا ان في ازمه بين الكابتن حسام البدري وبين الكابتن طارق مصطفى، ان الكابتن حسام البدري مش عايز الكابتن طارق مصطفى في الجهاز، كل ده بنشوفه في الاعلام. وما ينفعش ان انا دلوقتي ما اتفرجش الموضوع واحنا كل شويه كل دقيقتين ثلاثه بتلاقي خبر في ازمه بين الكابتن حسام البدري والكابتن حسام البدري مش عايز طارق مصطفى. معنى كلام خالد ده انا هوندل الصوره يعني اوحش ما احنا كمان شايفينها. لو بنتكلم على انقسامات في جهاز فني لمنتخب مصر وبنتكلم على قرارات قد تغضب البعض من اللاعبين، فنلاقي واحد منهم اتقمص بشكل من الاشكال بيحصل. واحنا في الاخر ده منتخب مصر يا اخوانا. في عنصر الحزم بقى، مش بتكلمش على الالتزام، الحزم لابد ان يكون موجود. احنا الناس هتتكلم تقول احنا ليه قررنا ان احنا، انا واحد بس بتكلم ليه دلوقتي، احنا خلاص حسمنا التاهل. ماتش جزر القمر ماتش مهم في صداره المجموعه، انما في الاول وفي الاخر احنا حسمنا التاهل، لما في وقت قليل جدا قبل بدايه تصفيات كاس العالم. لابد ان احنا نواجه انفسنا بالازمات والمشاكل اللي موجوده عشان تقدر تحلها. هو احنا ليه دايما بنقول النادي الاهلي مختلف؟ شوف ده نادي مختلف برضه المنتخب، لان النادي الاهلي لما بيكون عنده مشكله ومستخبيه بيطلع يعلنها ويقول عندي كذا كذا كذا، عشان ايه؟ عشان جانب الالتزام يحصل، جانب انك توصل رساله بتحصل. الكابتن محمد انت طلع مشكله من احد الزملاء احمد عبد البسط اللي احنا اتكلمنا فيها ان محمد النني رفض انه يسخن، هل لقيت حد من الجهاز الفني للمنتخب بيطلع تصريح دافع عن اللاعب؟ اللاعب اضطر انه يكلم الاعلامي بنفسه علشان الاعلامي يطلع ينقل الكلام على لسانه ان ده ما حصلش. فين مدير المنتخب من كده؟ مفيش. فين المدرب العام المنتخب؟ مفيش. فين المدرب المساعد؟ مفيش. فين الكابتن حسام البدري اصلا؟ مفيش. وانت بتتكلم على واحد من المفروض انه منكباتن المنتخب، اسير بالنسبه للمشكله ومشكله كبيره. عارف يعني ايه لما يتردد في الاعلام الانجليزي ان محمد النني رفض انه يسخن عشان معترض انه ما لعبش؟ ده كلام مش سهل على فكره. صح، كلام مش سهل جدا. فلا في حد دافع عن لاعب، لما ما بيلاقيش حد يدافع عنه بيبيع القضيه، بيرمي المنديل خلاص. لان خلاص انا مستباح، انا لا الوم على الاعلام. الاعلام اوكي، محمد النني لما عمر جابر نزل الملعب خلاص ما كملش، فاذا الروايه فيها جانب من الصحه. انما كان لابد ان هي تتوضح طبعا. ليه اللاعب عن طريق وسيط، عن طريق اعلامي يطلع يتكلم؟ دي نقطه مهمه جدا على فكره. يعني فين هو، مين محدد ادوار جهاز الفني المنتخب وايه ادواره؟ اشتغل ايه؟ مع احترامنا الكامل يعني مرتبات خرافيه اليوم كلهم، بدايه من الكابتن حسام البدري لحد اخر واحد في الجهاز الفني، ايه وظايفهم كلهم؟ ايه ادوارهم؟ لان لما الاقي لاعب بيدافع عن نفسه اذا شايل كل الناس دي المسؤوليه. فيعني لابد ان يكون في مراجعات لعمل الجهاز الفني، لابد ان يكون في عنصر الالتزام والحزم على عناصر المنتخب، لان احنا تاهلنا ولم نلعب.
صحيح. نقطة برضو يعني تبعاتها وحشة جدا على بقية اللعيبة. يعني احنا دلوقتي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد التأهل ماشي ما فيش مشكلة، بس تصدير الأزمات من البداية كده كمان لها تأثير كبير على أي لاعب حتى لو هو مش جزء منها. يعني موضوع مش مبشر ده على المستوى، أو خلينا نقول على المستوى النفسي والأزمات اللي احنا بنواجهها لحد دلوقتي، ما كناش نتمنى انها تبقى موجودة. كنا نتمنى من بداية كده تشكيل الجهاز الفني يكون فيه يعني سلاسة في الأمور علشان مصلحة مصر ومصلحة اللاعبين بعد كده. ولكن هروح معاك بقى للشق الثاني والشق الفني. يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا لسه في يعني اولى المجموعات ولسه الفرق القوية والمنتخبات القوية لسه ما واجهناهاش، ولكن مع هذا المستوى ومنتصف صراحة خالد انت بتشوف ازاي مش بس مباراة جزر القمر القادمة، لا اللي جاي لما نتكلم بقى في اوائل المجموعات، يعني انت عندك لسه فرق ومنتخبات قوية جدا، فالوضع هيبقى عامل ازاي كده سوفر، او يعني من دلوقتي كده المشهد ممكن يقرأ ازاي؟ لو على عناصر منتخب متاحة وموجودة وتم انتقائها كويس سواء من العناصر بتاعتنا محليا والمحترفين، احنا واحد من كبار منتخب القارة. انما لو بهذه الادارة، ادارة الجهاز الفني للمنتخب، لا وضعنا صعب حتى هذه اللحظة اللي هي متواجدة. وضعنا يعني صعب طبعا، وضعنا صعب. ليه؟ لازم يكون في حاجات معينة تتعمل. يمكن كان في على فكرة اوقات ان بتلاقي ان عناصر كتير جدا مش متوافره في المنتخب. يعني مثلا فتره برادلي مثلا كنا مش لاقيين، ما كانش في دوري، ما كنتش لاقي لاعب اصلا. يعني انك تكمل مجموعه للمنتخب كان صعب، وكنت بتلاقي اسماء من المستحيل لو في دوري شغال ومسابقات شغاله عندنا ان يكون في الاسماء دي موجوده. انما قدرت، اي نعم كان في كارثه، صحيت على كارثه غانا، انما كنت بتحاول. انما يكون عندي العناصر دي، عندك الاهلي والزمالك مثلا واصلين نهائي افريقيا، وطبيعي ان يكون عندي عناصر كويسه بين الاثنين. طبعا عندي مجموعه من المحترفين معروفين. صباح الخير يعني والسعاده دايما يا رب، والصباح كده السلامه على مصرنا باذن الله يا رب، اللي جاي يكون افضل. في البدايه وقبل اي حاجه لازم نقول يعني بقاء لله، ويا رب يصبر اهالي ضحايا ومصابي حادث. اشتغل عليها بشكل كويس. تنسى بقى الشماعات. انا المدير الفني اللي دايما عنده مبررات كل على فكره، اي واحد متوسط في شغله، فاشل في شغله، متراجع في شغله، ناجح في شغله، كل واحد على الناحيتين ممكن يلاقي مبررات. المبررات موجوده والشماعات موجوده، مد ايدك وهات واحد من الدولاب هتلاقي. صحيح. انما اللي بينجح دايما هو اللي دايما بيقول لك لا انا عايز اكتر، بيتجاوز وبيركز. صحيح. فبالتالي لا، بالمجموعه اللي عندنا نقدر ان احنا نقارع زي ما بيتقال المنتخبات الكبيره بشروط. وقبل اي حاجه لازم نقول يعني البقاء لله، ويا رب يصبر اهالي ضحايا ومصابي حادث قطار سوهاج، وحادث كمان عندنا اللعيبه وعندنا الروح وعندنا كل حاجه. فيعني وعند اسم منتخب مصر، هو ده اسم منتخب مصر، هو ده. فاكيد بيخوف يعني المفروض. صحيح. يعني عشان كده احنا بنقول مباراه جزر القمر المباراه مهمه، انك تتاهل اول مجموعه، وانك تكسب اللي بيتساوي معاك في النقاط، وانك بتبعت رساله لكل لا يعني كان عندي فتره متراجع فيها في الاداء. انما لما لعبت مباراتين ورا بعض، كابتن حسام اهو اللعيبه معاه بقى لهم فتره، يعني المجهد المفروض يكون ريحه، واللعيبه يعني ما عادش فيه. انا اعتقد ان مفيش حجه لكلمه بقى الاجهاد، وان مفيش انسجام، الكلمه اللي دايما بنسمعها انسجام في الفرق وانسجام في المنتخبات. اعتقد ان البدايه يا رب دايما كده يعني نشوفك على خير. ربنا يخليك. صباح الفل عليك والله. احنا هنطلع فاصل وهنرجع برضه خالد، لان احنا لسه بقى معانا ملفات وكريم اخرى ولسه الدوري، ولسه اكيد ملف الاهلي والمباريات القادمه، يعني عندنا كلام كتير برضه. فاصل سريع ونرجع نكمل. بحضراتكم مرة تانية، وزي ما كنت بقول قبل الفاصل احنا لسه معانا ملفات كتيرة عايزين نتكلم عنها، ونبدأ بقى معاك خالد وملف هنا الأهلي، والسؤال المعتاد اللي طرحناه قبل كده بس حابين برضو نعرف وجهة نظرك، لأن البعض كان بيقول إن دي حاجة إيجابية جدا، فكرة التوقف هنا عشان يعني التوقف الدولي اللي حصل مع الأهلي، وربما يعطي موسيماني فترة هنا لإعادة ترتيب الأوراق، لإعادة التشكيل بشكل بقى نهائي، لأن لحد دلوقتي ربما مفيش تشكيل واضح بسبب إصابات أو غياب موجودة في الفريق. فبتشوف ده فعلا يعني أو بتميل للرأي ده؟
وافضل حاجه حصلت قبل التوقف فوز الاهلي على فيتا كلوب بالنتيجه المريحه دي. عارف بتخلي كل الدنيا تهدى وترتاح وكان باداء كويس. فالفتره دي فرصه لاعاده ترتيب الاوراق. طبعا هو احنا انت لعيبه عندك كتير اجهدت في المنتخبات وعندك برضو تحدي صعب اللعيبه دي هتنضم لك على طول تسافر معاك للسودان. فانك تفكر ازاي تعمل التبديل والتوافيق دي. اللعيبه جايه تعبانه مجهده ان هي تشارك ازاي في مباراه صعبه. مباراه المريخ صعبه في اجواء صعبه. انت عايز تخلص على الامور, عايز على الاقل تخرج واحد من المنافسه عشان يبقى الموضوع قريب قوي. فالموضوع فيه ليه وعليه. انك مدير فني قربت شويه, شفت قطاع كبير من الناشئين بيتدرب مع الفريق, ومعلوماتي انا ان هو عاجبه كم عناصر مميزه. كمان يقعد ويشوف يتابع المعارين اللي عندنا بره. النادي الاهلي عامل تجربه كويسه جدا جدا استفاد منها, وجانا ثمرها الموسم اللي فات لما لعبت جاب لما خرج لعيبه للاعاره زي ناصر ماهر, زي اكرم توفيق, زي محمد شريف, زي كل اللعيبه دي. تخيل انت لو كنت اشتريت اللعيبه دي بارقام كنت هتشتريها بارقام بكام, انما رجعتها ودلوقتي هم عناصر اساسيه عندك في الفرقه. فهو في الفتره دي بص برضو على المعارين, شاف المعارين مين افضل واحد فيهم, مين محتاج ايه تتواصل معاه فتقول له لو لاعب مثلا عايز تحفيز فتكلمه علشان تحفزه وقول له ان مثلا المدير الفني بيبص عليك او احنا مهتمين بيك. دي جزئيه وملفات مهمه, بتشوف النواقص بتاعتك, ممكن بتشوف تتابع الملفات اللي ناقصه عندك او اللي محتاجه. لا كان وقت انك بتلتقط انفاس عند جزء معين وبعض لعيبه معينه انت بتبص على محتاجين ايه. عندك اللعيبه الدوليين اللي عندك اللي ما انضموش للمنتخب بتزودهم شويه, زي حسين الشحات, زي مروان محسن, زي اجاييه, زي بدري منون. كل دول فرصه طبعا انك مدير فني يشتغل عليهم, تخف الضغوط من عليهم شويه. حسين قصدي نتكلم بالاسماء, مثلا مروان كان تألق قبل الفتره وبدا يظهر قبل فتره التوقف. فانك تفضل محافظ او المدير الفني يفضل محافظ ويشوف ويدوس على اللاعب, يدوس على اللاعب بمعنى ان هو يعلي فيه بعض الجوانب عنده فيأهله. فده كويس بالنسبه لحسين الشحات, يديله فرصه يخف الضغوط الجماهيريه عليه شويه, يتكلم معاه اللعيب احنا مستنيين منه كتير. ففي اكيد ايجابيات حصلت كويس كده. السلبيات طبعا الاجهاد, وده انت طبعا ده دورنا ودور الانديه اصلا هي تكون الوقود للمنتخبات. انما على المنتخبات ان هم يراعوا برضو حاله الانديه, وان هم ما يحطوش الانديه في ازمات في مواقف صعبه زي ما حصل في اي ماتش. على ذكر المنتخبات انا الحقيقه معلش سامحني يعني هروح معاك بسؤالي ده للمنتخب وبعد كده نرجع مره ثانيه للنادي الاهلي, بس اصل هو ايه يعني سؤال واقف في زوري بالعرض زي ما لا براحتك طلع اللي انت عايزه. احنا على يونيو جاي ان عشنا وكان لنا عمر ان شاء الله هنبتدي بقى مرحله تصفيات كاس العالم, وعندك انجولا وعندك ليبيا وعندك الجابون, يعني ما هياش الاسماء الاتقل على الاطلاق. ومع هذا يعني بتهيألي انت ممكن يعني يتنفي يتاكد اللي انا هقوله لك ده, ابتدت في الفتره الاخيره اخر كام يوم بصفه خاصه تتعالى الاصوات من البعض بيطالب بتغيير الجهاز الفني للمنتخب وعدم استكمال المهمه. لازم يعني كده في زورك السؤال ده, ما اصل يعني اصل احنا من اول اللقاء بنتكلم في شويه حاجات ما ينفعش نكون بنتكلم فيها واحنا بنتكلم عن منتخب مصر, يعني في امور عجيبه شويه. يعني انت لازم الزنقه دي يعني ما انا فيها بقى يا استاذ. طيب اتقال الكلام ده, اتقال ان عندنا مش المشكله مش في كاس افريقيا. ما اتقالش على فكره, ما اتقالش على المستوى الاعلامي والجماهيري بس. لا الناس بتفكر او مش بتفكر, هي تمشي الراجل يعني مستوى مقلق. خلينا نكون المستوى مقلق, خلينا نسميها اعاده تقييم اضعف الايمان وارد مثلا. وارد انما هل تم اتخاذ قرار؟ لا بالطبع. انما نستنى نشوف مباراة جزر القمر هيحصل فيها ايه, واكيد بعد نهايه مرحله كل الناس بتقعد مع او يعني دي نهايه مرحله وفي عندك مرحله جديده بتدخلها, فوارد يكون في اعاده تقييم بعد نهايه المرحله وقبل ما تدخل المرحله الجديده. وارد كل شيء وارد. بس اذا حدث ده خلينا نروح لهذا الافتراض, اذا حدث ده هل بتشوف ان دي خطوه ربما برضو يكون لها تاثير سلبي على اللعيبه وعلى المنتخب ولا لا؟ يعني لان ده مش المالوف. بصي
ده مش في الاول وفي الاخر ده مش فريق، بمعنى ان انت شلت مدير فني وجبت مدير فني فاللعيبه هتهتز. لا، دي مرحله جديده وتجمعات ممكن تحصل، ممكن يحصل قبل اكيد كاس امم، قبل تصفيات كاس العالم بيحصل، ويا ما حصل على فكره ده بيحصل تغيير مديرين فنيين في وسط وسط التصفيات ووسط. انا طبعا مش عايز يعني انا لا اقصد او ما اقصدش مش بنجزم ان في حاجه، لا يعني لا ما فيش حاجه مستبعده يعني انا مش مسؤول، بس انما الوضع ده خلى الناس تقلق، واللي مش قلقان اكيد عنده مشكله، اكيد عنده مشكله ان قصه ان احنا يكون عندنا مبررات كتيره ونصحى على كابوس. انا واحد من الناس نفسي اشوف منتخب مصر في كاس عالم بقى بالكابتن حسام البدري بايا كان مين، انما اكيد مش هنستنى ان احنا نلاقي نفسنا الامال خلاص بتقل علشان احنا عايزين استقرار. الاستقرار احيانا او الاستقرار في بعض الاشياء احيانا بيكون ظاهري، انما لو بصيت على النتائج لا، ده هو ده اساسه اصلا عدم الاستقرار. صحيح. طيب لو هنرجع للاهلي وبرده في كذا نقطه يعني مقلقه شويه، فكره ان اصابه حمدي فتحي، طب احنا هننزل ديانج اساسي، طب ده هياثر ولا لا، طب هل ديانج اصلا ما يقعدش احتياطي اساسا؟ يعني ما من البدايه بقى. طيب هل محمد شريف ولا بواليا؟ يعني برده لا، يا اصابه حمدي فتحي الاول يعني لازم نتكلم في دي لانها مهمه، واحد من اهم اللعيبه طبعا. واحد احنا بنتكلم لو واحد تعالى على اختيارات الكابتن حسام البدري بيلعب على مثلا على لعيبه دوليه، بيلعب على محمد النني مثلا في المنتخب، لا لاعب ليه تقله. موسيماني بيشوف يعني موسيماني بيشوف ان هو بيلعب كتير، يلعبه كتير على ديانج، على الرغم ان احنا بنقول ديانج عنده وظائف وادوار هجوميه افضل من حمدي فتحي، انما حمدي فتحي لعيب تحس انك ما ينفعش انك تستغنى عنه، لعيب راجل بمعنى الكلمه، لعيب مقاتل، لعيب بثلاث رئات زي ما بيقولوا، ثلاث رئات يعني مجهوده وفير في الكرات العرضيه، هيدر كويس، فلعيب مهم واكيد خسرناه. انما وجود برضو اليو ديانج لاعب لو قعدنا نتكلم عليه هنتكلم عليه كتير، لاعب اهم لاعب بيباص الكره لقدام، وده مهم جدا في لاعب خط النص، بيساعد في سلاسه الهجمه وانتقال الهجمه بسرعه وبسهوله من الدفاع للهجوم، لعيب هايل جدا. وما ننساش برضو ان احنا عندنا لاعب اسمه اكرم توفيق، اكرم توفيق لاعب مهم وفي شويه من سمات حمدي فتحي. انا مش حابب نقول احنا مش هنفتقد حمدي فتحي، لا هنفتقد حمدي فتحي، انما عندنا لعيبه تسد. يعني احنا فاضل معانا حوالي دقيقه ونص بس على نهايه الحلقه، عايز اسالك فيهم في النهايه في موضوع بقى مختلف تماما، ايه رايك في زياره كابتن محمود الخطيب للاتحاد السكندري والنادي سموحه، وقبل منها كمان بايام كان اعلن دعمه للاسماعيلي بعد لقائه مع كابتن ابو جريش؟ ده دور النادي الكبير ودور عارف الناس الكبيره انك تتواصل، وهو ده المفروض اصلا اللي يكون موجود في الرياضه، واحنا افتقدنا الدور ده في الرياضه لفتره ما بسبب يعني سبب رئيسي الناس كانت عارفاه زال من الوسط الرياضي، فاصبح الموضوع رياضه حقيقيه. حلاوتك في التوريه وانت بس احنا كلنا فاهمين قصدك يا بس انا ونهاوند عارفين انت بتتكلم على ايه، اكيد المشاهدين عارفين. فانا اقصد ان هي دي الرياضه، هي مش خناقه اصلا صح. يعني اوكي بنتنافس وكل حاجه، انما على طول النادي الاهلي مع الاتحاد ومع كل الانديه وكل الانديه الشعبيه، النادي الاهلي هو كبير الانديه الشعبيه شاء من شاء وابى من ابى بالجماهيريه وبكل شيء، وبالتالي هو ده الدور اللي المفروض ان النادي الاهلي دايما يعمله. فاكيد خطوه كويسه جدا من الكابتن محمود الخطيب، ونتمنى انها تتوسع خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. هي خطوه متميزه وزي ما انت قلت كده يعني خطوه ما بتحصلش غير من الكبار، فده اكبر دليل، وهي فعلا لمسات او مشاهد جميله جدا زي ما حضراتكم تشوفوا او سمعنا. على كل حال دايما هو اللي بيشيل بالظبط، احنا سعداء بيك يا خالد جدا بجد، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل، ونشوف كده التوقعات الفتره اللي جايه والاداء هيكون ازاي، ونجتمع هنا مره تانية بوجودك معانا ويكون في خير، يكون في نصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله دايما، وما يكونش في شماعات بنتكلم عليها باي حال من الاحوال. نورت الدنيا يا خالد، بنشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا، وطبعا الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، شكرا ليكم.